السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. سؤالي لثالث أمبالو توليز أنا لكبري. من نبيك؟ متميمك نيناني. تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام. متسمى متميمك ني محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الله. متوتو عبد الله. ابن عبد المطلب. متوتو عبد المطلب. ابن هاشم. متوتو هاشم. هاشم من قريش. هاشم متوقتك كقبيلة لقريش. قريش من العرب. نقريش متوقتك وعرب. العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام. نوراب ومتوقتك كيزازي تنبي الله إسماعيل أبني النبي. مانا نبي الله إبراهيم أماني منيزم قجوية كنا جوية متميت محمد له من العمر 63 سنة نا أليش دنياني متميت محمد صلى الله عليه وسلم مياكا 63 40 قبل النبوة مياكا 40 أليش قبل قوة متميت 23 نبي الرسول نمياكا 23 أليش أكيو متميت ومنيزم قولي تميليزو ولد بمكة أليزالي وقت كم جمت كوفو ومكة هاجر إلى المدينة كيشا كهاما كيند مدينة إلى ماذا يدعو نايو لنغانيا نيني يدعو إلى توحيد الله يو لنغانيا واتو كتك كمبوكيشا منيزم وترك الشرك نكواتش وشركين يدعو إلى معالي الأخلاق نايو لنغانيا كتك أخلاق إلي كوبوة وينهى عن مساوي الأخلاق نايو كتازة كتك عماني بوف إلى من بعث ألي تميليزو كوناني إلى الثقلين الجن والإنس ألي تميليزو كتك فيوم بجيني نانسي حوا ويدي لم يبعث إلى العرب هاجة تميليزو كوارابو بكياك ما معنى هذا أنه بعث إلى الثقلين؟ جيه تقصد يلينا متميليزو كتك وندامو نجيني أن كل من بلغته دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر يهودي نصراني مجوسي بوذي أسيما هي مانيشا كوامبا ييوتي أمباي اللي أنا يملنغانيا كتك مجيني نكتك وندامو كيشا أمكتاي atakuwa amekufuru katika kufuru ilikuwa kubwa awe ni mkristo awe ni myahudi awe ni baniani awe ni mbudhi awe ni majusi mwenye kuabudu moto akmal allah subhanahu wa ta'ala bi hadha ad-din yani la yastati an yudhif ahad ila hadha ad-din shay'an la yabtadi mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa alikamilisha dini na hakuna mtu aweza kuleta jambo jipya katika dini mata an-nabi sallallahu alayhi wasallam li'annahu bashar yalhaqu ma yalhaqu al-bashar Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa kwa sababu yalikuwa mwanadamu na kifo humfikia kila mwanadamu. Taraka al-umma ala baydha'a naqiyya din wadih mustaqim. Na ametuacha sisi katika dini iliyokuwa wazi mweupe yenye mwangaza ili nyoka isiyokuwa na njia kombo kombo. Wallahu a'lam. Na Allah juu zaidi.